هي ستيل اتجوزت واحد وطلع كده بيغير منها ومنفسن وبيعمل مشاكل، تعمل ايه؟ السؤال المتكرر عندنا في العيادات، اكمل يا دكتور ولا انفصل؟ اسالي نفسك الاول. لا، وممكن واحده تفكر ان هي تسيب الشغل خالص، تقول الشغل عامل لي مشاكل في البيت، خلاص ما انا اسيبه واقعد في البيت. كويس، بس لو كل حاجه الذكر طلبها منها وهي نفذتها مش هتكون موجوده في الحياه اصلا. الطلبات مش هتلاقي بالظبط، مش هتلاقي نفسك خالص. كل طلباتها مش هتنتهي وهتفضل تستمر بشكل متتالي، وهو مش بيعمل كده عشان مصلحتها، هو بيعمل كده عشان يقصقص ريشة. فكل ما يقصقص حاجة معينة وهي بتطير هيقدر يهبطها أكتر. وبعد كده مش هتعجبه لأنها تبقى مسخ. ده حقيقي. الذكوريين بيمارسوا حالة من العدوان المستتر على زوجتهم. طبعا. يعني احنا بنسميه في العلم عدائية. ايه الفرق؟ عدوان ان هو يقوم يضربها، عدائية ان هو يضربها في مستقبلها، ان هو يضربها ما بين أصدقائها، ان هو يقلل من قيمتها قدام صاحباتها. صح. او يعزلها، يعمل لها عزله عن اهلها وعن صحابها وما يبقاش ليها اي مجتمع ولا اي صحيح. حاجه. صحيح. كتير جدا من الذكوريين بيعملوا كده. طب اما وان هي وقعت في الموضوع ده لازم تبقى واخده بالها بقى. انت تتفطني وهو بيعمل معاكي كده، هو بيعمل معاكي كده خوفا منك ولا غيره عليكي، ولا غيره منك ولا خوفا عليكي؟ لان ممكن يكون خايف من مراته اللي تنجح اكتر منه. مش بس غيران منها، كتير من الذكوريين ممكن يخاف ان هي تنجح اكتر. فاولاده يتباهوا بده. عايز اقول لك ان في دراسه اتعملت كانت عاملاها جامعه هارفارد، ولقيت ان كتير للاسف من اللي تتبعت تاريخهم من النساء الناجحات عندهم مشاكل كبيره جدا في علاقاتهم بازواجهم. بمعنى ان للاسف الكلام ده حقيقي مش بس في المجتمعات العربيه، ان كل ما قيمتها العلميه والعمليه بتعلى كل ما مشاكلها الزوجية احتمال بتزيد. ليه؟ لأن هو هنا بيحط نفسه في مقارنة لا شعورية معاه، وما بيعرفش أن نجاحها ده ممكن يكون نجاح ليه هو، لأن انتوا الاثنين مخلفين نفس الأولاد، وهيقول بابايا كذا ومامتي كذا، وهيقول أن انت ساعدتها على ده، وأن هي من ساعة ما ارتبطت بيك وبقت في ازدياد، فده أمر يحسب ليك انت. هل ده ممكن يفسر ان كتير من المنفصلين او كتير من اللي ما اتجوزوش اصلا ممكن يكونوا اكتر نجاح من السيده المتزوجه في مجال العمل؟ ما يفسرهاش قوي، لان دي ممكن تكون حاله رياكشن انفورميشن، ان هي بتكون متوتره جدا وعايزه تثبت نجاحها في مجال واحد بغض النظر عن وجود باقي المجالات التانيه. ولكن في حاله ان احنا نلاقي ده وحسيتي ان بقى خوف منك مش خوف عليكي، وغيره منك مش غيره عليكي، خدي بالك من اول لحظه انك بتتعاملي مع ذكر مش مع راجل، وخدي بالك ان ربنا حذرك من ده، ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه. الشخص اللي ما بيقدرش يحب الخير للناس ده شخص غير سوي نفسيا، واستحاله واحد يقول لي انا بخاف على مراتي وبتقي الله فعشان كده بقعدها في طب بيه. ازواجكم مفهومه ازاي الولاد ممكن يبقوا اعداء؟ لو هو عنده سايكوباتيك ديفيشن، لو عنده انحراف سايكوباتي، يعني لما ربنا يبعد عن الناس كلها يا رب، لو خلفت ولد عنده سايكوباتي، يعني عنده مشاكل سايكوباتيه، بيكذب وبيخون وبينافق وبيلف، هو بيبقى مولود كده ولا ده تربيه خاطئه يعني؟ ما يورث الاستعداد، والاستعداد لا يتجاوز 20% فقط. احنا بقى بنغذي ده بالممارسات، بنغذي ده بالتربيه، بالتربيه والممارسات حاجة اللي بيشوفها قدام. ان انت يعني عملنا عنها سلسله حلقات في كتير من القنوات، ولقيت اقبال كبير قوي ان انا ممكن فعلا اخلق افه في بيتي وفي اسرتي بحجه انها ابني. ايوه انا ممكن اعمل كده. فيما يخص الزوج وزوجته، وده موضوع مهم، موضوع الاطفال ده ممكن نبقى نعمل عنه حاجه. فيما يخص الزوج وزوجته، ان عجز عن ان هو يحبها، يحبها بصدق، يعني يتمنى لها الخير، يعني يبقى عايزها احسن واحده في الدنيا، هو غير سوي نفسيا. من اهم الاصحاحات اللي وردت في الكتاب المقدس انجيل يوحنا، ان كنت لا تستطيع محبه من تراه، انا شايفك اهو، فلا تستطيع محبه الله الذي لا تراه. الله محبه. ما ينفعش تقول لي ان انت بتحب ربنا وانت مش قادر تحب الشخص اللي قدامك. مش قادر تحب واحده انت موجود معاها اغلب الوقت، مش قادر تحب واحده جابت لك اولاد. ما دمت انت مش قادر تحبها انت انسان ما عندكش القدره على انك تحب.